السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة في قناة متع ذهنك. هي شركة أصائل للإنتاج الفني والإعلامي. السلام عليكم. صباح الخير كبير ابو محمد، كبير الشركه. ابو محمد سلامات، هذا فلوج لعامله لزياره الاصايل عشان تعرفوا بس. يلا توكلنا على الله. الان احنا في استديوهات اصايل جروب، وهنا الشباب يعطيكم العافيه. يلا بدنا، ما ينفعش نسجل واحنا مفتوح الباب وهذا. طب بسكر الباب بس وصوت صرد ليك وهذا تقلقش مش هتتحرك. تعال على المكيف، تعال على حجري. يلا روح اعمل تيك للصوت. الو بسم الله. تمام. الو تمام طيب. حبيبي ايوه. يا راجل انت بدك تضلك تشغل في سمايا ايه هيك الحلو. تمام. ليش انت بتعمل زباله هان؟ انا مش فاهم عن جد انت كيف بتبني هان عن جد. تعال ليه عطيه. انا طحونا انت يا جماعه. جاهز منيح التيك؟ ليش هيك بتعمل زباله هان؟ صح اللي بتعمله وبترميها من الطابق الثاني عشان تتوزع في الشارع. والله ما انا شايفك يا عم كاظم. شايفني ولا مش شايفني؟ اللي بتعمله غلط. انا ما بتكلم على شاني، انت بتمثل نفسك ووعيك ومجتمعك. كل هاد مكسر ترمي الزباله بالحاويه. ما هم بيجيبوا الزبالين وبيرفعوها. يا اخي اعمل الصح مره واحده بحياتك. المساله مش مساله خوف وخجل من فلان او فلان يشوفك. نظافه البيئه هي عنوان تقدم الشعوب. بعدما تجد بيئة نظيفة تأكد تماما أن هناك شعبا مثقفا وواعيا. شعبا هناك شعبا ماشي يلا أجيب. بس الروح كويسة هيك، الروح كويسة هيك. ما هو قول بدك أرفع. يلا لا انت خذ بايلوت بالمنتج. استنى شوية طبعا لما يكون في دبانة لازم نصيدها لأنها بتطلع صوت يعني في التسجيل، لأنه الميكروفونات حساسة جدا يعني. حجوال هذا كله حينتشر. أيوة بنزل طبعا. تمام حاج كاظم، إيش وضعك بعد ما أكلت الدبانة؟ لا ناب. يلا مرة جديدة. يلا بس شو التاني؟ يلا مسجلها غير. يلا يا سمير يلا. يلا اوكي. ليش هيك بترمي الزبالة هان؟ صح اللي بتعمله وبترميها من الطابق الثاني عشان تتوزع في الشارع. والله ما انا شايفك يا عم كاظم. شايفني ولا مش شايفني؟ اللي بتعمله غلط. تمام انا حقول بس ما هم خليه مسجل. ما هم بيجيبوا عمال النظافه وبرفعوها. خلص اترك هذا، روح اترك ثاني توزع في الشارع. والله ما انا شايفك يا عم كاظم. شايفني ولا مش شايفني؟ اللي بتعمله غلط. انا ما بتكلم عشانك، انت بتمثل نفسك ووعيك المجتمع. كل هذا مكسر ترمي الزباله بالحاويه. ما هم بيجيبوا عمال النظافه وبرفعوها. يا اخي اعمل الصح مره واحده بحياتك. المساله مش مساله خوف وخجل من فلان او فلان. نظافه البيئه هي عنوان تقدم الشعوب. فعندما تجد بيئه نظيفه تاكد تماما ان هناك شعبا مثقفا وواعيا. لحظه ممكن حقاكم. يلا
المسألة مش مسألة خوف وخجل من فلان أو فلان يشوفك. نظافة البيئة هي عنوان تقدم الشعوب، فعندما تجد بيئة نظيفة تأكد تماما أن هناك شعبا مثقفا وواعيا. إيش كانت مشكلة التقدم؟ استسألوا إيش كانت مشكلة كلمة التقدم مش واضحة؟ حاليا أنا مع الأستاذ محمد حرارة ملك التعليق الصوتي في مجموعة أصايل، راح نسمع صوت الآن. كل التحية لك يا باشمهندس. طبعا أنا بتشرف إن شاء الله أنه يعني بصمة الصوتية وتعليق الصوتي يكون لمشروعكم، وأتمنى لكم التوفيق إن شاء الله. حياك الله، خلينا كده نشوفك وأنت بالسجل. مشروع تعزيز مقومات الصمود من خلال التدخلات الطارئة والشاملة لخدمات المياه والصرف الصحي والنظافة في المناطق الأكثر هشاشة في قطاع غزة. تنفيذ جمعية تنمية المرأة الريفية بالتعاون مع مؤسسة جي تي سي الممول من خلال صندوق الأمم المتحدة الإنساني للأراضي الفلسطينية المحتلة. رائع والله رائع. خلاص هيك تمام. اليوم صورنا فيديو كامل عن آلية التسجيل الصوتي في مجموعة أصايل، اللي بيننا وبينهم شغل حاليا في موضوع اللي هو السبوتات الإذاعية للتوعية بمشروعنا. أعطيناكم نظرة عامة على آلية التسجيل وكيف آلية المونتاج، وراح نحط في نهاية المنتج النهائي للتسجيل. ما تنسوا تشتركوا في القناة. يا أخي نفسي أعرف شو هو السر في حب الناس إليك. السر يا خالد في ابتسامتي وقوة شخصيتي واهتمامي بنفسي والمظهر الحسن. والنظافة بتخلي الإنسان عنده ثقة بنفسه ومرتاح نفسيا وصحته تمام. طيب كيف بدي أعمل عشان أصير زيك؟ أول إشي لازم تهتم بشخصيتك وبمظهرك. رتب شعرك، قلم أظافرك، داوم على الاستحمام، اغسل إيديك بعد ما تعمل أي إشي، اعتني برجليك، فرش أسنانك. النظافة الشخصية هي التي تبعث الراحة النفسية والثقة بالنفس. مشروع تعزيز مقومات الصمود من خلال التدخلات الطارئة والشاملة لخدمات المياه والصرف الصحي والنظافة في المناطق الأكثر هشاشة في قطاع غزة. تنفيذ جمعية تنمية المرأة الريفية بالتعاون مع مؤسسة جي في سي الممول من خلال صندوق الأمم المتحدة الإنساني للأراضي الفلسطينية المحتلة. ليش هيك بترمي الزبالة هان؟ صح اللي بتعمله؟ وبترميها من الطابق الثاني عشان تتوزع في الشارع؟ والله ما أنا شايفك يا عم كاظم. شايفني ولا مش شايفني؟ اللي بتعمله غلط. أنا ما بتكلم عشاني، أنت بتمثل نفسك ووعيك ومجتمعك. كل هاد مكسل ترمي الزبالة بالحاوية. ما هم بجيبوا عمال النظافة وبرفعوها. يا أخي أعمل الصح مرة واحدة بحياتك. المسألة مش مسألة خوف وخجل من فلان أو فلان يشوفك. نظافة البيئة هي عنوان تقدم الشعوب، فعندما تجد بيئة نظيفة تأكد تماماً أن هناك شعباً مثقفاً وواعياً. مشروع تعزيز مقومات الصمود من خلال التدخلات الطارئة والشاملة لخدمات المياه والصرف الصحي والنظافة في المناطق الأكثر هشاشة في قطاع غزة. تنفيذ جمعية تنمية المرأة الريفية بالتعاون مع مؤسسة جي في سي الممول من خلال صندوق الأمم المتحدة الإنساني للأراضي الفلسطينية المحتلة. والله أنا رأيي أبو محمد سيبك من هذا البيت وما تشتريه. ليش يا زلمة؟ هايو حلو وصغير ومرتب وعقد الحال. حرام عليك، لا في تهوية كويسة ولا الشمس بتدخله، وبعدين مطبخه كله رطوبة وهذا بيأثر على أكلك وشربك وصلاحية طعامك في البيت. بعدين مش هتلاحق تشتري دواء حشرات. البيت لازم يكون في تهوية كويسة، حمام نظيف، ثلاجة منظمة ومرتبة. عدم التهوية بتعمل تكاثر للقوارض والحشرات في البيت. نظافة المسكن مهمة جداً لصحة الإنسان ونفسيته. مشروع تعزيز مقومات الصمود من خلال التدخلات الطارئة والشاملة لخدمات المياه والصرف الصحي والنظافة في المناطق الأكثر هشاشة في قطاع غزة. تنفيذ جمعية تنمية المرأة الريفية بالتعاون مع مؤسسة جي في سي الممول من خلال صندوق الأمم المتحدة الإنساني للأراضي الفلسطينية المحتلة. يا أخي نفسي أعرف شو هو السر في حب الناس إليك. السر يا خالد في ابتسامتي وقوة شخصيتي واهتمامي بنفسي والمظهر الحسن. والنظافة بتخلي الإنسان عنده ثقة بنفسه ومرتاح نفسيا وصحته تمام. طيب كيف بدي أعمل عشان أصير زيك؟ أول إشي لازم تهتم بشخصيتك وبمظهرك. رتب شعرك، قلم أظافرك، داوم على الاستحمام، اغسل إيديك بعد ما تعمل أي إشي، اعتني برجليك، فرش أسنانك.
النظافة الشخصية هي التي تبعث الراحة النفسية والثقة بالنفس. مشروع تعزيز مقومات الصمود من خلال التدخلات الطارئة والشاملة لخدمات المياه والصرف الصحي والنظافة في المناطق الأكثر هشاشة في قطاع غزة، تنفيذ جمعية تنمية المرأة الريفية بالتعاون مع مؤسسة جي في سي الممول من خلال صندوق الأمم المتحدة الإنساني للأراضي الفلسطينية المحتلة.